الأحزاب ما زالت تنتهج هذا النهج، فلماذا تدعوننا أن نذهب إلى الانتخابات؟ الولد يأخذون السلطة وإحنا نأخذ الشوارع والحكومة تقتل بينا. بعد شيء أنا ما أقدر أضحك على العراقيين بخطاب هسه، والله أنا ما أدري بسيادة الدولة. واحد من الولد يحكي على سيادة الدولة وهو بايك كل السكراب يا سمو، دخلونا ساكتين. يعني في عام 2018 من الذي حرق صناديق وأوراق الناخبين في الرصافة؟ شكلت لجان، ذهبت اللجان، ذهب وزير الداخلية، جاء مستشار رئيس وزراء، ذهب رئيس وزراء، سويتوها هوسة. إلى اليوم ما قلتوا لنا ياهم من الولد اللي تورط بحرق الصناديق. بالتالي باكر أنا كمواطن أطمئن أنني أمام دولة وأمام حكومة وأمام أجهزة أمنية، والله اللي يغلط ينكسر ظهره. شو مرت سكتة ومرت صمتة ومرت وكأنه شيئا لم يكن، وتزورت الانتخابات والولد صاروا نواب واكو 13 إلى 20 نائب اليوم غير شرعي. لازم وسائل الإعلام ولازم البرلمان، ذولا بس اللي كشفتهم المحكمة الاتحادية. السياسة يشتغل عنده مؤشرات، عنده معطيات، عنده قراءات، عنده استنتاجات من خلالها يستدل على الآتي من النتائج. هذا اللي احنا عرفناه بالسياسة. الشعب الآن بثورة تشرين، بانتفاضة تشرين، قدم دماء مثل ما أنت قلت. هاي الأحزاب على قولة السيد شلع قلع كلهم حرامية. أحزاب باقت، الشعب يسبها، الشعب ما يحترمها، الشعب ما يريدها، سمعتها سقطت، ما لها احترام. ولما تجي الانتخابات تلاقي الأحزاب والكيانات اللي سجلت على الانتخابات أكثر من 400 حزب. شنو يعني ما زال الذين يذهبون إلى الانتخابات يعتقدون الوصول إلى السلطة غنيمة، ما زال هذا الفكر موجود يا سيد حامد. لو أنا مرات يعني قراءتي خطأ. لا أخي الكريم، لم تكن قراءتك خطأ، ما زال هذا الفكر موجود. نعم،